الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين وبعد دا درس دا درس ما درس كنيا كميو كتاب دون أصول ثلاثة دا كراتي على شن دي أصلي. أولا المسائل الأربع مسألة كنديومي. بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة الدين ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به دجيكوا فسر رجعي سبب ابتداء المصنف المتن بالبسملة سوى دون من كتاب ونزل بسم الله سو اقتداء بكتاب الله وبالأنبياء عليهم السلام كتاب كمان ديدان

دايماليمون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله سو كمان يا بريني الرحمن سو كمان رحماين الرحيم سو كمان كنجوري ماين اندي بريني اعلم نوني رحمك الله على ان انه شيء يجب عليهنا ان واجب سنه تعلم أربعة مسائل مساله ديو ادا اندرو نتر واجبتي اي مساله ديو دو مساله ديو, دو. مسألة ديو دو أبي الاولى كان بريد العلم دو. وهو شمع علم وهو علمه العلم قلت يا معرفه الله على نوت wa ma'arifatu nabihi sallallahu alaihi wa sallam nabin za a alaihi salatu wa sallam wa ma'arifatu dini islam bil adilla a dini islam mai daddalin laro na to a da shi to kini ndi mede al'amalu bihi ilmu mula din cida kundotu a wani numar lanin cida kundotu kama a sharna an da ya fito fila yanayi fil mukaddima mukaddima din an na min adatil musannif لترم أدد كما كتاب يكن محمد بن عبد الوهاب بأدن زن كره أنه يبدأ برجين شيء بالدعاء لطلبة العلم أم إلو ما برجين ويسأل الله لهم الرحمة على سين روس رحمة على ياسور وفي, وفي هذا ألا دليل بدليل بجي على رحمة علماء أهل السنة والجماعة بطلبتهم ما أهل السنة نجمل تنزفور دليل بي ان الدين الاسلامي ان الدين الاسلامي مبني اصلا على الرحمه شد قرت اصلا زمك لا العلم علم رشاي هو شما معرفة الحق بدليله جردا دليل نزار وضده تشمي دون العلم ديري الجهل نمجاهل دما قيل قلت في بيان العلاقة بين العلم والعمل بين دون صرو على كوكب العلم علم, و... علم رنجد كوندتولين يحتفي العلم بالعمل فان, فإن اجابه والا يرتحل فلا فائده في علم غير مقترن بعمل فاذا بقى العلم دون تعلمن علم, علم او شدلا جري علم نونما شدرن بالفرن فاذا تعلم سكم علمته وجب عليه ان يعمل فلازم واجب سنه كوندجله وإلا أدنيا كان شوزنا ذا فيه شرا شبه باليهود يهود يارو سامون أين أنقرو لأن اليهود لأن سي يهود عندهم علم علم زامبيدي ولا عمل علم بيدي سندنا ما علم زامبيدي لا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما ديلو رانزان كيتا كان كما لا يدان نوزانا فتو تدا سورون زاي نوزانا عليه السلام دان نوزانا وأول من تسعر به النار ثلاثة أمدو بروسلك سندلان كونو فرمز سن المريم قليرا وجاء سندلان كمنهم عالم تعلم العلم ولم يعمل به ما لم دو علم, نزنا. علم. علم علم أما علم زن شراس وعالم أرما قلت ما قل جن وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن كينا. وعالم بعلمه لم يعملا مالم إل منزن جنا زدي مالي معذبا من قبل عباد الوثن أم سنم أبد تندن برونو سندي أذبتنا كاو أم سنم أبد تندن برونو أم سنم أبد سندا أذبتنن برونو مالم دو كتاب قرادنا إل منزنا إل منزن جنا زدي قوت دتنا مال أذبتنا ألا عندي راسين جاز أصلا أدي ما كرولي الدعوة الثانية كنندي مد الدعوة إليه إل مشتو أما بوتودو دعوة كندو يو لي الدعوة شروط وضوابط يجب أن تقوم عليها شلن شرطان بيجي لا بد كلارن كامي قرتين ما كن شما صورة سورة أود شرطان داني أهم شما أن تكون وزع الدعوة خالصة لوجه الله تعالى ألا ننقر دعوة دام سورة بو من كن أن تكون الدعوة دعوة دولزشة مبنية مبنية على العلم الشرعي علم الشرعي لن قرت كي أن تكون الدعوة بالحكمة والصبر دعوة دولز حكمة صبر كنديال النولز كندي كن يمر أن تتم مراعاة أحوال المدعي مدعوين أمد بوتين دي حال نزارن أدان زنو نمر ولز إن دارم زنو نو نمر ولز ألان ما شرط دي الدليل على هذه الشروط دليل كلا شرط قول الله تعالى كولي كمان لين قل قل لي يا محمد هذه سبيلي أدم الديول نيو أدعو بوكن إلى الله عليه على بصيرة كلا علمين، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل هذه سبيلي المشار إليه هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو نال ما أدري شما ادنى كن سوتنا من الشرع شرايا والسبيل السبيل دي هو الطريق شما الجوال أدعو إلى الله سنة الداعي إلى الله هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله شما كم إخلاص ما أم صدا على ربتو 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 مرادنا على بصيرة البصيرة دي هي العلم ما علمه وتشمل هنا العلم علم دينا لنثبت بالشرعي الشرعي حال ال... حال المدعو شبوتين ما نوتون الطريق الموصل إلى المقصود دليل يا أو مرة دون ما دروسات أر بصيرة شروقتين على بصيرة المشاري هل دون ام بوتين بومين مدي نتم ادي ما دول دون مرادم دلينم فندم فندم اودن دعوا ودن دعوا مرادم مرلينم فندم عايش ما مرادم امصره على ربته مرادم كان المؤلف رحمه الله علما أن معلم كتاب العالم السنه الشيخ محمد عبد الوهاب جين يقول الجن يقول الجن اذا تعلمت سنه لمتم ثم عملتها cidanin a wadu nuna malin cida kundunin kundunin ya waje ba alaikan yiro wajib suna an ta sai an ta tsira alama kana alaihin na biyu sallallahu alaihi wasallam yin lene diol da gai diol da na fito alaihi salatu wasallam ya zana tsawon zai zasa na wasu salafu salih salafu salih kam zaka zana ya zasa na ma da adi yaron ya gai haithu kalallahu ta'ala kama ya guzina yin zanen garo sabili ad'u ilallah على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين اذا لا بد من الدعوه دعوه درام سابوتو دايله الرابعه كندي يومي الصبر على الاذى فيه كان كنالغوتو والدليل قوله تعالى دليل كمان والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ذكر المصنف رحمه الله ما لم كتاب ما لم يبديونه علشان جمال زي... بعد الدعوة نقاو الدعوة الصبر وكأنه يقول لك المنا نشيني الجنة إن لك إن الذي يسلك هذا الطريق ألم أن كم دول أدا تحصل له أمور لما راك داشا صندين. كما حصلت للأنبياء ألم أن فتنون النبياء صوندنا والرسل كان عليهم الصلاة والسلام sendia sondi na ade yenya sondi ake yenye roguzin na ngadoro nyanzo ndia kutwe soro dawa di minnen falabudda mina sabri kate baka niliko tudro asabru luga luga ten luga arapen sabru regulte shima alhabsu kalam da roto au la roto sharalan habsu nafsi ala ashiya wa ashiya ashia kala awalain nyeti au awala kundo turu roto كمان ده يقول دنا قسم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم على شأن جمال ذوق شيء يكون الصبر إلى ثلاثة أقسام كان ذي ذاك يقرأ الصبر على طاعة الله حتى تؤدي تيت علينا ينم أو فتو على مزنا دا كنوتو كن الصبر على المعصية الله حتى تجتنبه حتى تجتنبه أو على وزن دا حتى أو على وزن دا تنتين كن يا كمير الصبر على أقدار الله المؤلمة كدر على كتو كتو ألو أو كتو نيازو انديا كان يرغوتو أدير ابن القيم كان يكون بعد ذكر المسائل الأربع نقاو مسألة دي وأنا قلت ساق المصنف رحمه الله الدليل عليها من الكتاب لم يوكتو دليل كلادن دليل كده وهي سما سورة العصر على توتو والمؤلف رحمه الله تعالى مؤلف دالا دا دائما سنبيه يذكر المسألة مسألة دا مقرونة بالدليل دليل لا ربتنا لماذا حتى يرب الطالب على اتباع حتى فورا فورا المكراتما دا تربية كنجام دا a wadda kan gaimai sutuna kan garo la ala taqlid a sarin curko da kan garo ne la sarin da la adage kan gaimai ala yi guljina kan gaimai guljina da kan ga ari ran fura tarbiyatin nan hatta kuru ta kuna wajen inda talibi na fura karata mai hujjatun ya ruddu biya alal mukhalif hujjan dalilin beji a wadda na jiwal ala yi da gare-gare zina alal mukhalif a wadda na jiwal ala yi da kalakcin حتى يكون للطالب حتى فورا كرة تمر وجن قدرة على استنباط الاحكام من ادلتها على اسس. شيء هو ما ركزت كلا دن دللا دن فرتون زدل زنما الا ركزوا هو ما قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السورة لك فتحه. امام شافعي محمد بن ادريس الشافعي شيء يقول جن كمان دي تا حجة أمر سساني لورنن سورة العصر هذه هي ما قدرت سساني لورنن يا إلا كفتهم سنديات التناون وقال البخاري رحمه الله إمام بخاري باب باب العلم علم قبل القول والعمل كو كول رو كول نمنا كون رو العلم لان بليونه أي يعني والدليل قوله تعالى دليل كول كمان دي فاعلم نيلو ندي أنه شي لا إله إلا الله شن قرن كما قرأ جرن أبتن ما باه أدي واستغفر لذنبك ذنب ونمرو غورا مني وللمؤمنين مؤمنات غايا والمؤمنات مؤمنات مؤمنات غورا مني أين بديون فبدأ بالعلم قبل القول والعمل مقصوده رحمه الله كسر كسردنا ذا مالمي أن هذه الصورة وحدها تكفي لقيام الحج على الخلق صورة أربعة زما سب سنة أمصر حجة كوبتورة أين كانوا ليتعلموا نزا ويعملوا كندو ذا ويدعو أَمْسُوا أبو ذا يتصرف. نيتسارو فما بالك بباقي سور القرآن أيلي تمام سورة لوراني قري سورة فالأدم هذه سمات سورا ما سورة قري لوراني قبسنا أي تمامو فالقرآن كله حجج لوراني سمته حجة. سورة دانا دكت حجة. كنتي مدي بوّب أمير المؤمنين في الحديث ميمو من ناي حديثين شيخ إمام بخاري محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل البخاري كتاب زلا بريون شيء بابو جنانو صحيح البخاري لان باب العلم قبل القول والعمل وذكر الدليل دليل ذا فلا بد أولا من العلم علم رشما كاب علم رشما بروزو قبل القول والعمل كاو كاو لرو من علم يشاب من دن علم يشاب بروزو علم كندرو من دن علم يشاب فلا يصح كل ان يعمل بلا علم المبارك بارك دجشمبا والا ذلك ما علم كان فيه شبه بالنصارى النصارى وبعد عيسى سامونتناون اين وهم عبد الله على جهاله سير نمجال على عبد كذا نغدرو دنين او كقولو قلت انا كودا كما ديال ندير تلت والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته